شيخ يسأل أحدهم عن بخاخة الأزمة الصدرية، هل هي مفطرة مرض الربو الشعبي؟ هذا يسأل إن كانت هذه البخاخة التي تستعمل لأصحاب المرض عافانا الله وإياكم، هل هي مفطرة أم لا؟ هذه من الإشكالات الحقيقة، نعم. وقد عرضت على المجمع الفقهي، نعم. وتردد فيها وأجلها، لكن بعد ذلك عقدت ندوة طبية، يعني حضرها أطباء ومتخصصون وحضرها علماء شريعة، نعم، ودرسوا كثيرا من المسائل التي توقف فيها المجمع، ثم انقسموا في هذه المسألة، لكن أكثرهم قالوا غير مفطرة. لكن أنا عندي رأي آخر، نعم، ينظر في هذا لمسألة الاستعمال، هذا يختلف من شخص لآخر. فإذا كان الاستعمال في أيام قليلة وهذا لا حرج في قضائها، يأخذ الحيطة صاحبها فيقضي، نعم، وعندي التحديد بثلاثة أيام. نعم. أما إذا كانت الأزمة تأتيه أكثر من ذلك ومضطر لأن يستعمل هذه البخاخة، فلا حرج عليه ولا يعني ولا يقضي، نعم، بل صيامه صحيح بعون الله تعالى. يعني يمسك ولا يفطر، يعني إذا استعمل هذه البخاخة يعني نعم يمسك، نعم. طبعا لا لا لا، أي ولا يتناول غيرها. أيوة. نعم، جزاكم الله خيرا.